أسعد الله صباحكم أعزائي المشاهدين، نرحب بكم اليوم في أولى حلقاتنا من مجمع تلفزيون الدمام بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وأول يوم لنا وانطلاقة إن شاء الله تكون متميزة بفقراتنا وبضيوفنا. بداية أوجه تحية للجميع وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة خير وسعادة وأمن وأمان واطمئنان لكل المشاهدين ولكل أفراد المجتمع. أعزائي المشاهدين، اليوم في جعبتنا عدد من الفقرات، وإن كان يغلب عليها الطابع الفني نوعا ما. طبعا بداية سوف يكون لنا حوار مع أحد الشباب المتميزين والذي أبدع باحترافية في مجال يعتبر نوعا ما جديد بالنسبة لنا هنا في المنطقة العربية ككل، فن تصوير الإعلانات وتحديدا فن تصوير الأطعمة. لا أود أن أتحدث كثيرا الآن عن هذه الفقرة، ولكن إن شاء الله سوف نتحدث عنها بالتفصيل لأنه فيها الكثير من الخبايا والأخفايا الجميلة، وذلك مع المصور والمدرب الفوتوغرافي المحترف محمد المنسف. طبعا احنا دخلنا في الموضوع اليوم انه ما نتكلم عن محمد. محمد يعني احنا اليوم بصراحه برفقه مصور محترف، مصور جميل جدا، اعماله في منتهى الروعه الحقيقه. لما انا شاهدت هذه الاعمال يعني لفتتني جدا جدا. احنا دائما نسمع كلمه مصور فوتوغرافي مصور فوتوغرافي، لكن ولا مره سمعنا بمصور متخصص في موضوع تصوير الأطعمة أو حتى مصمم للإعلانات. يعني بنسمع إعلان، لكن خلفيات هذا الإعلان وكيف بيتم هذا الإعلان وكيف بيتم التقاط الصورة، حسب ما تحدثت أنا ومحمد يعني في السابق، ذكر لي أنه هي ممكن تكون أدوات بسيطة جدا 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 ومن البيت وما بتحتاج إلى أي نوع من التكلفة، ولكن هي مجرد يعني احترافية في التقاط هذه الصورة، وحتى يكون عنده الشخص خيال واسع وفكر معين في كيفية اختيار أو تكوين المكان الذي سيتم فيه تصوير هذا العمل. نتحدث أكثر عشان يعني ما أضيع الكلام مع محمد. محمد يعني خبرنا مين محمد المنسف؟ مين هو محمد؟ طبعا هي عائلة فنية معروفة يعني، ولكن أنت الآن اتجهت إلى مجال فني مختلف كليا. أكيد الحقيقة محمد المنسف، أنا من مواليد الأحساء، مقيم بالدمام. حبيت التصميم في البداية، ومن بعدها شقيت بديت في التصوير تقريبا. أول شيء بديت في تصوير المعتاد اللي هو تصوير أشخاص طبيعة، فالشح المودلز اللي تقدر تصوره أو لتكلفة والخطورة في الذهاب إلى أماكن تصوير الطبيعة مثل البحار والجبال، فحسيت أقرب شيء يكون عندي أني أصور داخل البيت. فبديت في البداية أني إيش أخذ حاجات البيت من الثلاجة من الفرن من المطبخ، وبديت أصورها. بعد ما سافرت برا السعودية، كنت أدرس في أوروبا في بعض التخصصات، اكتشفت أنه فن فن، لكن للأسف حنا في الدول العربية تقريبا مش موجود عندنا. فحاولت أني أطبق بعض ما يسوونه، حاولت أني أدرس، حاولت أني أطلع. الحمد لله بعد مجهود كبير حسيت أن القدرة وصلت عندي، وليش أنا ما أبتدي أصور في هذا المجال. ولما وصلت إلى 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 تقريبا مستوى الاحترافي، حسيت أني لازم أوصل هذه الفكرة إلى المجتمع العربي الموجود عندنا، السعودي والخليجي ولله الحمد. طيب يعني أنت الآن يعني نستطيع القول أنك أنت اتجهت إلى التصوير السهل الممتنع، يعني نوعا ما أنا أعتبره سهل وممتنع بالنسبة للكثير. يعني احنا حنشوق المشاهدين، لكن حنبدا نشوف بعض الاعمال، وبعدين في اعمال ثانيه حنشرحها اكثر.
فممكن المخرجة تعرض لنا تبدأ تعرض لنا بعض الأعمال. نعم. لكن أنا بدي يعني أتحدث كمان يعني ليش اتجهت لتصوير الأطعمة تحديدا؟ أول شيء تحديدا لعدم وجود مصورين أطعمة كثر. فبمجرد وجود يعني لو افترضنا مصورين الأشخاص يعني أعداد مهولة. إحنا كنا نعتقد إنه تصوير الأشخاص أصعب. هو تصوير نعم. لكن طلع إنه الأطعمة أصعب. ها؟ لا التصوير الأطعمة يعتبر أصعب. لأنك تتعامل مع أطعمة باردة فلو احترت ما تنفع تتصور والعكس لما تكون يعني حارة. يعني في لها درجة حرارة. أي نعم لما تكون مثلا الشوربات والأشياء الحارة بمجرد تجلس قرابة ربع ساعة ما تنفع للتصوير فكيف تتعامل مع هذه وهذه. احنا فينا هاي ايش اي مثلا مثل هذه الاعمال الكوب كيكس السندويشات في اعمال كثيره تكون صعب جدا انك يعني من الصعب مصور البورتري يقدر يصور أطعمة. نعم. لأن محتاجة زاوية محتاجة تكوين محتاجة توزيع إضاءة مختلف كليا عن توزيع البورتري. يعني لو نلاحظ في الاستوديو كل الإضاءة من الأمام لكن في تصوير الأطعمة دائما ما في إضاءة من الأمام الإضاءة كلها من الخلف. وهذا اللي تقريبا ينقص أي مصور يبتدي يصور أطعمة دائما يفتكر أن الإضاءة جاية من الأمام. لو عكس الإضاءة إلى الخلف حيوصل إلى نتائج جدا طيبة. محمد المنسف بمين تأثر؟ مين اللي جذبك وخلاك مثلا تفكر في هذا الموضوع أكثر؟ والله أكيد تأثرت بالأوروبيين أكثر عشان كذا لو تلاحظين أغلب أعمالي تكون بالطابع الأوروبي. أنا صراحة لما شفتها اعتقدت أنه يعني ما تخيلت صراحة يعني كنت أنه أنت اللي مصورها يعني. ولله الحمد نعم طبعا للأسف في الكثير وجه لي توجيهات يعني أنت راسمها هذا عمل 3D أنت سرقتها من أحد المواقع الكبيرة. فبعد ما هجمت كثيرا اضطريت أني أروي المشاهد في الانستغرام في الفيس في أني أروي خلف الكواليس. إحنا في عنا لقطات من خلف الكواليس. داليا ممكن نشوف لو سمحتي الأشياء اللي هي من خلف الكواليس عشان إحنا نبين للمشاهدين من بالرغم من أنه في ناس يعتبروا هذا السر. ها؟ سر المهنة نعم. طيب كيف أنت كشفت هذا السر؟ والله أنا بالعكس أتشرف لما أطلع سر معين يعني لأنه مقتصر عند الغرب يحب يصور صور معينة ويحب يحتفظ بكيف صورها. أنا صورت طيب أعمال إحنا كثيرة. الآن ها خلنا نشوف أولا نبدأ نكمل كلام بس نبدأ. هاي السبورة إيش موضوع السبورة؟ هذه السبورة طبعا حبيت أن يكون عندي خلفية تكون مميزة فجبت سبورة بنتي ألما الله يحفظها فحبيت أني أغسلها أو بليت المساحة حقت الموية وبديت إيش أنزل بالمساحة شوية شوية لحد ما عطتني الخطوط لما نشفت حطيتها في الأرض وحطيت عليها الشيبسي مع الطبق الهندي ووزعتها بتوزيع إضاءة مسائية وهذه خلف كواليس أخرى من تصوير يسمونه ستيل لايف برضو يندرج من تحت أحد أنواع التصوير اسمه ستيل لايف فبعض الأعمال مع خلف الكواليس. هذه قضية احنا نسميها الليفة الحديد لكن ممكن الواحد يستخدمها تعطيك هاي ليفة البيت ها ليفة البيتي فممكن تستخدم أي حاجة في البيت عشان تعطيك طابع مميز. يعني لو نلاحظ في الخلفية خلف الكأس في ليفة يمين وليفة يسار بس أعطتك إيش؟ إحنا ما بنعرف إنها ليفة إحنا بنتوقع إنه إضاءات معينة أيوة أو أشياء بالضبط. بينما هي ليفة ها؟ ليفة ليفتين واحدة يمين واحدة يعني يسار يعني اللمعة اللي فيها أعطتنا هذا بالضبط. مع الشكل مع إضاءة أباجورة. هنا برضو عمل آخر ممكن نشوف كأسين خلفية حقت سيارة إضاءة آيباد من اليمين
وصحن كبسة من اليسار ستيل صحن كبسة وفي الأخير طفينا الأنوار وصورنا بسرعة غالق معينة فأعطتني هذه النتيجة النهائية. يا سلام. يعني كمان شوف هي أشياء بسيطة، تكوينات بسيطة ممكن من البيت، لكن هي محتاجة فكر ومحتاجة خيال واسع من الفنان. يعني هذه كمان تحتاج منك يعني إلى مجهود. أكيد صحيح؟ أكيد. هل أنت مثلا بتكون مفكر في شيء معين عشان تطلع لي هذه الفكرة؟ والله هي أنا عندي عدد ساعات معين، مجرد أجي من العمل تحصلني متلهف أني أطلع بفكرة جديدة، فحاول أني أجلس وأجيب حاجات، أطالع أمور في البيت في الشارع، في إعلان معين في الشارع، وحاول أطبقه بس بطريقة أخرى مختلفة وتكون في نفس الوقت سهلة للمتدرب أو المتلقي أنه يطبقها. لأن في الكثير من الناس ممكن يجيب لي صور ويقول لي ممكن كيف نطبقها، يرسل لي على الخاص أو يرسل لي إيميل أو واتساب، يجيب لي صورة جميلة ويقول لي كيف تصورها، فأجلس إيش أطلع لهم كيف تصورت، كيف توزعت الإضاءة، كيف تعمل السر الفلاني وهكذا. طيب يعني عمل من هالنوع محمد كم يستغرق معك وقت؟ يعني إذا أنت عملت التكوين أو إجتك فكرة التكوين كم مثلا من الوقت تأخذ؟ لو أنا احتجت مثلا، خلينا نعطي مثلا لو حابة أنك أنت يعني هذا المنظر، إذا حبيت تعطيني فيه شكل معين. لا هو مثلا الشمع ولا اي شيء. في الحقيقة في البداية كان في صعوبة في التلقي، لكن في الوقت الراهن بديت ايش اعرف كل انواع تكوين الأطعمة. يعني على سبيل المثال لو جينا مثلا بنحط كوب شاهي وعندنا ملعقة، فمن المفترض الواحد بعد ما يحرك كوب الشاهي بالسكر فين حيحط الملعقة؟ مباشرة على اليمين. فلما أنا أجي أصور من المفترض أن ما أحط الملعقة على اليسار، فلا بد أن تكون على اليمين. نفس الشيء لما أجي أصور مثلا كتاب أو ورقة مكتوب عليها قصيدة من الشعر، من الخطأ أني أحط القلم على اليسار، فلا بد يكون من الجهة اليمنى. وبعدين لما أصوره المشاهد عقله اللا إرادي يراها جميلة مباشرة، تشد انتباهه. عكس إيش العبرة من اليمين واليسار والأشياء هاي؟ هي عملية شد للمشاهد. يعني على سبيل المثال لو افترضنا مثلا هذه بصور أنا حقة القهوة هذه، لو صورتها بهذا الاتجاه بتكون خاطئة مباشرة. وهكذا لأنها تنمسك باليمين بالضبط. فعشان أشد المشاهد، علشان أخلي الصورة تشده ويدخل في أجواءها، لازم أحاكيه وأقول له هذه لك. نفس الشيء الأطعمة لما تكون الملعقة على يمين المشاهد، مباشرة يتخيل أنه هو اللي جالس فوق إيش الطاولة، وهذا الملعقة أمامه والأكل أمامه. طيب هذا النوع من التصوير، هل حسيت انه في مثلا صعوبات معينه ممكن واجهتك اثناء يعني دراسته او حتى تنفيذه؟ نعم اكيد. طبعا اول حاجه كانت او اول عقبه تواجه المصور، ممكن مصور الاطعمه او اي تصوير اخر، اللي هي المعلومه العربيه غير موجوده للاسف. معلومة الشرح يعني معلومة الحصف. الشرح معلومة أكاديمية هذا العلم يعني مش موجودة بالعربي يعني. الآن قد تتوفر لكن شيء بسيط وممكن يكون خاطئ وممكن يكون غير صحيح. علشان كذا بتشوف حوارات كثيرة بتدور للأسف أن المتدربين الجدد أو المصورين ممكن منهم يكون كبير عملاق في التصوير ويعتبر أساليب الغرب قاعدة، فيقول لك أنت ليش نفذت الحاجة الفلانية، هذا خطأ، فيعتبروا إيش قاعدة. هو أسلوب عند الغربي، أسلوب عند مصور كبير أمريكي أوروبي واتيفر، لكن يعتبره هو قاعدة. لكن هذا أول تقريبا يعني أحد الصعوبات. الصعب الآخر أنه كلمة سر المهنة، أنك تحضر ورشات، تحضر عند مصور كبير
ولما توصل عند سؤال معين أو غموض معين يقول لك لا هذا والله سر المهنة عندي أحتفظه أنا ما أقدر. لكن أنت ما عندك أسرار. لا ولله الحمد لا أبحت بكل أسراري، وحتى لما توجهت للتدريب بديت يعني ممكن يحضر من المتدربين 30-40 متدرب، وفي الأخير يعني آخر نهاية الورشة كلهم يصورون نفس أسلوب محمد المنسف. طيب هذا ما يخلق نوع من المنافسة بينك وبينهم؟ في منافسة، لكن ولله الحمد عندي ثقة أن مهما وصل المتدرب وصل الآن، أنا وصلت قبل فترة يعني، فإذا وصل هو عليه بالعافية. وفي ناس كثير ولله الحمد أنا يعني علمتهم أساس تصوير الأطعمة، وصلوا إلى مواصيل، بدوا يعني مشروع لهم خاص فيهم ما شاء الله، الله يوفقهم يعني. جميل جدا، يعني جميل هذه الروح الإيجابية اللي بالفعل إنك أنت يعني ما في شيء مختصره إليك، ما في شيء يعني زي ما بيقولوها ماخذ احتكار لنفسك، إنك أنت تعلم والله تعطي معلومة. لو تؤمنين معي أختي نهى أن لو الكل قال سر مهنة طبعا. أجل مدرس الرياضيات إيش حيقول سر مهنة وكيف بيعلم أولادي؟ صحيح. مدرس الدين، مدرس اللغة، كيف حنوصل حنتعلم أجيالنا كيف حتوصل أجل. بس في ناس بيعتبروا صح كلامك، لكن في ناس بيعتبروا في بعض الأشياء خاصة فيهم هم، يعني أدوات خاصة فيهم هم، يعني بيحبوا أنه يكون في عندهم نوع من التميز في هذا الشيء. ممكن يعني الإنسان مهما كان بني آدم أكيد. مهما كان عنده نوع من يعني يحب نفسه انه هو يكون متفرد في شيء معين، ولا كيف احنا نجد انه فلان متميز بكذا وفلان متميز بكذا اذا كلهم عندهم نفس؟ لكن هي كويس انك انت تعطي المعلومه. والله ما يعني ما ادري يمكن يا لا يعني هي وجهات نظر. انت طبعا انت لاحظي عند الغرب يعني موجوده ويعلمون معاهد، وممكن احنا تنقصنا. ليش احنا صرنا نقول سر مهنه؟ لان تنقصنا المعاهد هنا في السعوديه او في الخليج، حتى في الوطن العربي يعني الان في عندنا يعني مثل ما انت الان يعني فهمت منك انه هذا العلم لا يدرس الا في الخارج. صحيح. في كثير من الدول العربيه عندهم كليات الفنون الجميلة. نعم. يعني إذن هم ما بيدرسوا هذا العلم، بيدرسوا هم بيدرسوا مثلا تصوير أو التصوير الفوتوغرافي. التخصصات. نعم. هذه مثلا تصوير الأطعمة، ستيل فوتوغرافي، الأشياء غير موجودة، هذه تعلمها أنت من برا لبرا. يعني إحنا كنا مثلا ممكن نعتقد أنه هذا الشيء ده يندرج تحت قائمة إما تصوير فوتوغرافي وداخل فيه الفوتوشوب أو حتى الجرافيكس والأمور هذه، لكن الآن فهمنا منك أنه هذا تصوير أو علم فقط مباشرة تصوير قائم بحد ذاته. أكيد أكيد. نعم. طيب الآن الصورة، لما أنا أشوف أحيانا في صور تجيني وأشوف أنه هاي الصورة مثلا شوربة أو أكل والنار طالعة طلع أنه ساخن. نعم. كيف بتتم هاي الحاجة؟ طبعا خلف الكواليس أشياء كثيرة. ما أدري يمكن لو المخرجة تقدر تروينا صورة الشوربة نشوف صورة الشوربة. يعني طيب. مثلا صورة الشوربة علشان أني أطلعها أبرزها يعني هي في الأرضية حقت السلطانية أو البادية احنا نسميها أو هي الزبدية أو الزبدية في حطينا إيش أحجار أحجار عادية حقت طيب. فنحط الحجر وبعدين نحط الشوربة شيء بسيط مباشرة، وبعدها مثلا نحط الربيان، نحط مثلا باستا سندويشات، نحط مثلا لو مثلا في الطواجن يعني تحصل بمجرد تجيب الصحن وتحط الطاجن كله نزل تحت الإيش في القاع وبقت إيش بس الشوربة هي اللي باينة والصالونة. فحنا كنا نستخدم بعض من الأسرار، نحط أي حاجة تحت. احنا ممكن تيلات اللي احنا نقول عنها تيلات هنا في السعودية، او ممكن نحط احجار عشان نبرز الدجاج او نبرز تطلع الاشياء برا، تطلع هذه الاشياء. فمن ضمن الامور السرية اللي هي ايش الدخان. الدخان في مرات كثيرة كنا نستخدم الزقاير، ممكن نستخدم المنفاخ الحراري، فبمجرد أنك تنفخ في تشيل إيدك وتبتدي تصوير.
يعني لازم يكون اذا في معك شخص يساعدك في الموضوع لا هذا. لابد على اساس انه يعني في اذا كانت تستخدم اشياء صعب جدا تصوير الاطعمه لوحدك، من الصعب انك تصور لوحدك. احيانا انت محتاج احيانا بنشوف خصوصا في تصوير الفواكه بتشوف منظر الفاكهه يعني مغري جدا. احيانا ممكن احنا نقول انه هذا كانه حاجه زجاج امامنا. اي نعم. كيف هاي بتتم؟ في الحقيقه يحضرني موقف طريف جدا اني يعني ما بنحس انها طبيعيه بنعتبرها يعني حاجه صناعي ممكن. المواقف كثيره يعني اثناء شراء الفواكه هذه تروح للسوق فتقول له ممكن انتغي، فيقول لك هو الكيلو ب10 بس اذا تبغى تنتغي ب20 فتدفع 20 ريال عشان تنتغي البرتقال والليمون وتنتقي افضل واجمل الفواكه. فلا حقيقه يعني تصوير الفواكه منتقى. يعني ما يعني مش عبث، مش كيلو من السوق وتعال صور. يعني بتختار حاجه معينه. نعم. وتقريبا الان السوق مليء بالفواكه، لكن ممكن السوبر ماركات الكبيره تجيب المستورد جدا جميل وكله تقريبا بصفه واحده. يعني كله بنفس المقاس نفس اللون نفس ما في اي. طيب هل يعني هل الصوره هذه الجميله اللي انت تتحدث عنها نتيجه استخدامك لادوات باهظه الثمن او حتى منتجات باهظه الثمن؟ والله الأغلب يقول ذلك، يعني الأغلب يقول أن معداتك ممكن تكون غالية، كاميرتك ممكن تكون باهظة الثمن، ممكن تكون موجودة في السعودية غير موجودة في السعودية. لكن في الحقيقة لا، لو شفنا يعني لو كان التصوير من خلف كاميرا غالية الثمن ومعدات غالية الثمن لكان الغني ممكن أول واحد صار مصور ومشهور فأعتقد لا. أعتقد لا، محتاجة فن معين، محتاجة توزيع إضاءة، محتاجة تكوين، محتاجة زاوية معينة وتصل إلى صورة جميلة. دائما كانوا يعني أو إحنا حسب معلوماتنا، يعني إحنا معلوماتنا بسيطة، فحسب معلوماتنا إنه دائما إذا كانت الصورة حتطلع جميلة فلازم تكون الكاميرا احترافية وتكون غالية الثمن. صحيح هذا الكلام؟ وعدة ستة من أحسن الأنواع وأغلى الأنواع وما إلى ذلك. والله إذا وصلنا إلى احتراف، نعم نحتاج كاميرا احترافية أو شبه احترافية. لكن يعني للتصوير العادي اللي يمشي الحال لا، أي كاميرا حتى كاميرا الجوال يعني، وعندي أعمال من كاميرا جوال يعني. يعني بس هو كاميرا الجوال لكن يعني لازم انت لما نوصل للاحتراف لا، محتاجين كاميرا احترافيه، محتاجين عدسه معينه، محتاجين ترايبود عشان نصور من غير اهتزاز من غير. لو انا حابه اني اكون مصور اطعمه، نعم، ايش الحاجه اللي انت تنصحني فيها وايش الادوات اللي لازم تكون عندي؟ اول شيء سواء انت تبغين تلجئين الى هذا يعني فرضا بعد ما نخلص، اول شيء النصيحه اللي ممكن احب اني اوجهها لاي مبتدئ تصوير، ان الواحد يحاول يفرق بين حب التصوير وحب اغتناء معدات التصوير. لان في الحقيقه هي مشكله ان الواحد بمجرد يشتري كاميرا ثاني يوم يشوف منظر طبيعي جميل فيسال ايش العدسه؟ قال له عدسه 50، فيروح يشتري عدسه ال 50، بكره شاف مثلا صوره حشره او نحله مصوره، ايش اسم العدسه؟ قال العدسه الفلانيه، نوع الاضاءه شنو عندك شرع؟ فيكتشف بعد كم من شهر انه عنده كميه معدات كبيره كلها ممكن تكون في الدولاب بعد فتره، لان الواحد لما يتخصص يكتشف انه عنده اشياء ما لها علاقه بالتخصص. ممكن اصبت فيها انا في بدايه المشوار، بديت اشتري عدسات، بديت اشتري امور كثيره الان لا استخدمها حقيقه. طيب يعني احنا بودنا في ختام حوارنا انك توجه نصيحه وكلمه لكل المشاهدين ولكل مين حابب انه يتجه الى هذا الاتجاه، اكيد الان اصبح عندهم معلومه. نعم. وعرفوا ايش يعني مصور اطعمه. نعم. وانا يعني كثير استفدنا من الموضوع واكيد ان شاء الله رح نستفيد منك أكثر في مرات قادمة. إن شاء الله. فأنت إيش كلمتك اللي بتوجهها في هالمناسبة؟
والله أول شيء أنصح كل من يحب يعني يبتدي هذا النوع من التصوير لابد يقرأ كثير، ولو مش موجودة المعلومة العربية يبحث عنها باللغة الإنجليزية عند الغرب الأوروبيين وغيره. أحب أني أنصحه أنه يعرف أساليب التكوين صحيح. المتوازي وحرف الكي باللغة الإنجليزية ممكن يعني كل حرف له معنى في التصوير. اي في يعني ممكن في أثناء صف الصحون يكون في نوعين من أشهر صف الصحون، هي حرف المتوازي أن الصحن يوازي الصحن الآخر أو أنهم يشكلون حرف الكي باللغة الإنجليزية، وفي نفس الوقت تكون التوازي هذا ما يكونون بالضبط خلف بعض، يكونون متناصفين اللقاء فعلشان يعطيني تكوين أفضل في الصورة. ممكن باين في أعمالي أكيد باين طريقة كلها. التنسيق إحنا في يعني أول حلقة أو في بداياتنا في السنة الجديدة، ماذا يتمنى محمد المنسف؟ والله أول شيء كل عام أنتم بخير، سنة جديدة إن شاء الله علينا وعليكم إن شاء الله. وأول شيء أتمنى أن يكون في أكاديمية معهد بالسعودية ياخذ بهذه المواهب الطلاب اللي يحبون يتعلمون التصوير، علشان يعني يكون المصور العربي رائد يصل إلى ما وصل إليه الأجانب، ونكون في مسيرتهم في صفهم يعني نوصل الأكلات العربية ممكن بطريق عن طريق التصوير، نوصل الفن العربي إلى العالم كله إن شاء الله. هذا ما أتمنى فيه إن شاء الله. وطموحي أكيد طموح العالمية، أكيد طموح العالمي، أتمنى أن أصل إلى العالمية إن شاء الله. لتوصيل التصوير العربي إلى العالم كله إن شاء الله. أتمنى لك التوفيق محمد، أنا يعني فخورة بشبابنا المبدع الجميل، وإن شاء الله يعني دائما نتمنى أنه إحنا فعلا نلتقي بشباب تميز سواء هنا في الداخل أو حتى في الخارج. أتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله، ونشوفك في مصاف الفنانين العالميين إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. أشكرك وأشكر المشاهدين. أهلا وسهلا. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نعود لكم من جديد.